حيز كبير من العشوائيات تجده في العاصمة المقدسة. هنا في هذه الباحة يجتمع المئات من العمالة المخالفة لنظام الإقامة في السعودية يوميا بهدف البيع والشراء على الطرق وبطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة. هذه العمالة شكلت سوقا مختصرة تتبادل فيه أنواع شتى من البضائع المستعملة والأطعمة غير الصحية. هنا تبرز نتائج تراكمات غفل عنها منذ أمد بعيد، تسعى السعودية الآن إلى تصحيح مسارها. هذا اليوم يعني يعتبر انطلاقة لموضوع تحضير الجالية لتصحيح أوضاعها النظامية، وبالتالي تطبيق نظام الإقامة واحترام نظام الإقامة. وكما طلبت أنا منهم أنه كل ما تطلبه حكومة المملكة العربية السعودية من الجميع المقيمين أن يحترموا نظام الإقامة، لأنه في ذلك احترام لأنفسهم واحترام لأمن المملكة ولأمنهم هم. وبعيدا عن الأحياء هنا سوق أخرى متجولة، ونساء يحاولن التسلل إلى زبائنهن داخل مركباتهم أثناء توقفها عند الإشارات الضوئية على الطرق السريعة. إلا أن ظاهرة التسول هي منطغت على السطح بشكل واضح وأصبحت تؤرق السعودية في الآونة الأخيرة. لا شك أننا على استعداد للتعاون مع المسؤولين والمواطنين السعوديين في المحافظة على النظام والأمن ودعم جميع الخطط التي تضعها الحكومة السعودية. تنشط الصناعات اليدوية بشكل كبير في هذه السوق الشعبية. هنا يجد البعض فسحة داخل الأزقة لحلاقة الشعر والتشذيب في الهواء الطلق، كما يبحث آخرون عن ملابس مستعملة. وفي مكان غير بعيد تتوزع عربات الفاكهة والخضار في سوق مماثلة تقوم عليها جاليات أخرى تبيع وتشتري بعيدا عن الأنظار. كان الأمر خادم الحرمين أمر إيجابي وفي محله في زمن نحن فعلا نحتاجه، وزمن هذا الوقت الذي تشمل مكة عملية تطوير كبيرة من خلخلة الأحياء العشوائية. لا تزال هذه الأوضاع العشوائية في المكان من جهة، والمخالفين لنظام الإقامة من جهة أخرى تشغل فكر السعودية في التخطيط والتنظيم. واليوم أخرجت الخطط من الأدراج وبدأت خطوة التصحيح والتطوير. خميس الزهراني، العربية، مكة المكرمة.